السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تطرقنا إلى الأسيمبتوتيك أناليسيس بيج أو بيج ثيتا بيج أوميجا بيج ثيتا ورست بيست أفريج كيس، وأخذنا مثال بسيط وشرحنا ما هي كيف نحلل الكومبلكسيتي للثلاث الكيسز، ولكن لم نأخذ تعريفها من وجهة نظر الماثماتيكس. اليوم نفرض أن لدينا فانكشن نريد أن نوجد الكومبلكسيتي تبع TN. التعريف يقول أنه إذا أن TN تعتبر big O of FN، إذا كان TN أصغر أو يساوي C times FN. طيب خلونا نتابع المثال هذا. ما معنى هذا الكلام؟ خلونا نفرض ان هذا 1.2n times 5، هذا tn. هنا تكملة for all n اكبر من n not. لاحظ بقية الشرط هذا. فاذا كان لدينا فانكشن اخرى هنا fn يساوي n فقط. fn يساوي n. لو عملنا fn مثلا 3 او 4 او 5، 5 times fn بيساوي لنا 5n. طيب ال 5n كيف بتكون هذا الفانكشن؟ بتكون بهذا الشكل، هذا اللي 5fn. هذا هو التعريف. في هذا النقطة يقع ال n not. عندما نتكلم، عندما نحلل الفانكشن tn هذا، نقول إنها big O، إذن TN تعتبر big O of N مباشرة. هذا هو التعريف، التعريف بالنسبة للماثماتيكس بكل بساطة. لا تحتاج للتعقيد، لا تحتاج إنك تتعامل معها بكل يعني باحترافية عالية في الماثماتيكس، هذه هي بكل بساطة. خلونا نأخذ بعض الأمثلة. إذا وجد لديك هذا الفانكشن TN تساوي 20n زائد 5000 مثلا، مباشرة ممكن تقول هذا tn هي تعتبر O of. هناك قاعدة انه اذا وجدت لديك فانكشن ويوجد فيها متعددة الحدود، ففي عندك n سكوير زائد 3n بلس 7 مثلا، هنا مباشرة تقول ان الفانكشن هذا tn تعتبر O of اكبر، هذا هي تعتبر O of N سكوير. فهذا هو المقياس بالنسبة للكومبلكسيتي. الورست كيس لا تهتم بالتفاصيل الصغر، قد يكون لديك هنا رقم مثلا 5 10 50 إلى آخره، في النهاية أن تأخذ الأكبر حد. أنت زي ما اتفقنا من قبل أنك بتحللها مع حجم المدخلات، فهذا تتناسب الفانكشن هذا تتناسب بشكل طردي مع مربع حجم المدخلات. لو لاحظنا عندما تكلمنا عن في اول تقريبا ثاني كلاس، عندما تكلمنا عن عملية الضرب انه لدينا رقم وتكلمنا انه او ان سكوير، يعني انه كل اذا اردنا مثلا تربيع اكس سكوير، تعتبر في حجم المدخلات كلما زاد حجم المدخلات كلما احتجنا مربع العملية. مثلا لو كان حجم هذا 10 نحتاج 100، لو كان 20 نحتاج 20 تربيع ويكون 400 وهكذا. مع أن هناك تفاصيل أخرى، هناك أرقام صغيرة لم تتطرق لها. فالكومبلكسيتي أناليسيس أو البيج أو تهتم بالتناسب، يعني بالشكل، يعني بالترند. هذا الفانكشن بتتناسب مع حجم المدخلات بهذا الشكل، أوكي؟ هذا الفانكشن بتناسب مع حجم المدخلات بهذا الشكل فقط. يعني الكومبلكسيتي المضافة مع حجم المدخلات، يعني تقدر تفهمها ان كيفية التناسب وليس بالضبط كما العدد الفعلي للعمليات التي تحتاجها. ولكن هنا هذا تعطيك صورة جيدة عن البرفورمانس بالنسبة لحجم المدخلات. فأنت أكيد بتفرق لما تكون تناسب مع حجم المدخلات فقط او مع مربعها او مع مكعبها. يعني لو كان عندك 10 هنا بتكون 10، بينما هنا بتكون 100.
بينما تكعيب بتكون 1000 وهكذا. فهذه هي طريقة التحليل بالنسبة للبيج او. ان شاء الله في الدروس القادمة بناخذ البقية. نقطة أخرى بالنسبة للغات البرمجة، يتم هناك تحليل عدد العمليات الحسابية التي تحدث في مثلا في الفور لوبس، هي مختلفة. هنا أنت بتتكلم من وجهة نظر الماثماتكس، لكن في حالة أنت بتتكلم عن البروجرام بتاخذ الفور لوب، هنا تحتاج كم عملية حسابية، هنا تحتاج كم كذا رام. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وتابعوا الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.